اهلا بيكم في الفيديو ده. هنشوف ازاي نغير علبة الدريكسيون العادية لعلبة باور ستيرينج لعربية سوزوكي التو 2015 علشان يبقى الدريكسيون بالنعومة دهيت. خلونا نبتدي. القطعة الأساسية اللي هنحتاجها هي علبة دريكسيون باور، دي مستعملة استيراد لعربية سوزوكي التو موديل أقدم من 2015، بس بتركب في نفس المكان ونفس المقاسات، هي حتى نفس الفيشة هي بتركب، مفيش فيها اختلاف. بالنسبة للأدوات اللي هنحتاجها، هنحتاج مفك صليبة ومفك عادة وشاكوش، وهنحتاج سوكت 12 ملي و17 ملي، وفي حاجه اسمها زي زرجينه بتفك الدريكسيون من العلبه لو الدريكسيون راكب تقيل، ان ما كانش نقدر نستخدم الشاكوش عشان نخرجها من مكانها. هنشوف ده بالتفصيل في الفيديو. الخطوات بتاعتنا هتبقى كالاتي: هنبتدي نفك البلاستيك اللي حوالين الفبر اللي حوالين الدريكسيون والزور بتاعه، وهنفك كل الفيش الكهرباء اللي واصله بالدريكسيون ودراعات الاشاره والمساحات. هنفك الدريكسيون نفسه. الخطوة اللي بعديها هنبتدي نشيل المجموعة اللي خاصة بدراع الإشارة والمساحات، وبعد كده هنشيل الإجنيشن سيلندر أو اللي هي السيلندر بتاعة المفتاح الدوارة بتاع العربية، وبعد كده هنشيل بقى العمود الدركسيون كله بالكامل، وهنركب العمود الجديد اللي هو الباور. الخطوة اللي بعد كده هنعمل تيست للعلبة قبل ما نقفل التقفيل النهائي، وبعد الاختبار نبتدي نعمل تقفيل نهائي للعربية، ويبقى كده خلاص خلصنا الخطوات بتاعتنا. خلونا نبتدي أول خطوة بتاعتنا. هنفك البلاستيك اللي حوالين علبة الدريكسيون اللي موجودة دلوقتي. هنبتدي بالفبرة اللي تحت الدريكسيون دهيت، ودي عبارة عن فبرة متثبتة بمسمارين اللي هم في الصورة دول يمين وشمال. هنفكهم وبعد كده بنشدها، مجرد كليبسات بتتفك من مكانها. بعد ما فكنا المسمارين هنبتدي نحركها كده عشان نفك الكليبسات دراعتها اللي راكبه، وهنلاقي ان في السلك بتاع الكبوت معدي فيها، هنشيلها برضو من هنا من الكليبستين البلاستيك دولت، وبعد كده نبقى نرجعهم لما نيجي نقفل. بعد كده هنفك الفبر اللي حوالين الزور بتاع علبة الدريكسيون دهوت، هو متثبت بالمسامير اللي في الصورة دهيت. هنفكهم واحد واحد، وبعد كده بتتفك على هيئة نصين، نص سفلي ونص علوي زي ما في الصورة كده أو في الفيديو. هنبتدي بعد كده نشوف الخطوة اللي بعديها، اللي هي ازاي نفك أو هنفصل الفيش بتاعت الكهرباء اللي واصلة لمجموعة الإشارات، دراع الإشارة والمساحات. هم ثلاث فيش هنفكهم، هي عبارة عن كل فيشة ليها كليبس كده بتشد لورا وبتتشد، الكليبس بيتداس عليه لتحت وبتتشد لورا بتتفك من مكانها، سهلة مفيش فيها أي مشكلة. هنبتدي بقى دلوقتي نشوف ازاي نفك الدريكسيون نفسه. العلامة اللي في النص دي راكبة كابس، هنشدها لبره جامد وما نخافش، نقوي قلبنا كده واحنا بنشدها هتفك. هي عبارة عن أربع كليبسات بلاستيك دول راكبين في الأربع تخرام المناظرين ليهم دول، هنشوفهم دلوقتي. فبتتشد شدة جامدة بتطلع من مكانها على طول وبتتفك. دي الكليبس البلاستيك بتبقى راكبة في الفتحة المناظرة ليها في الحتة الحديد دهيت، الأربع أماكن دول. بعد كده هنفك الجزء المعدن دهوت، متثبت بمسمارين من فوق ومن تحت، هنشيلهم وهنفك سلك دول مكان المسمارين اللي راكب فيهم الجزء المعدن دهوت زي ما في الفيديو كده، وده السلك اللي واصل هنا بتاع الكهرباء اللي واصل للكلاكس برضو بنشيله من مكانه.
بعد كده مش فاضل غير ان احنا بنفك الصامولة اللي في النص دي علشان نطلع الطارة. احب بس اتاكد ان قبل ما تفك الصامولة دي هي تتاكد ان الدريكسيون عدل والعجل قدام عدل، وابتدي فك على كده عشان تبقى عارف الوضع بتاع عدلة العجل، انت سايب العجل معدول مش مكسور. هنبتدي بقى نشوف ازاي نشيل الجزء اللي فيه دراعات المساحات والاشارات. هو برضو جزء بسيط راكب بثلاث مسامير، ده المسمار الاولاني وده التاني والتالت تحت اهمت، ده واحد اهو والتاني الناحية التانية اهو. هنفكهم بمفك صليب عادي، وطبعا احنا كنا فكين الفيش بتاعة الكهرباء اللي واصلة ليهم من ورا. فهيطلع الجزء ده بكل سهولة، مفيش فيه اي مشكلة. هنيجي دلوقتي نشوف اللي هي اسطوانة المفتاح دي او السلندر بتاعت المفتاح العربية. الخطوة اللي بعد كده دي متركبة بمسمارين شوية ملهمش راس تقدر تفكهم منها، فدي هنستخدم معاها كده ايه طريقة بلدي شوية. بنستخدم مفك عادة والشاكوش وبندق على جنب المسمار كده بالراحة واحدة واحدة لحد ما المسمار يفك بس من ربطته، وبعد كده بنبتدي نحركه او نفكه بايدينا للاخر. بعد كده زي في الفيديو كده بنحط المفك العادة كده بجنب كده وبندق عليه مرة واتنين لحد ما المسمار يهوي، وبعد كده بنفكه بالكامل. ولما بنيجي نربطه بنربطه بنفس الطريقة برضو. السلندر متوصل فيها فيشة، ممكن تشيلها او ممكن تخليها مفيش مشكلة، مش هتفرق معانا في حاجة. ده السقاطة اللي هي بتعمل لوك للدركسيون لما بتبقى نازل وبتسك الطارة قبل ما تنزل من العربية، وده المكان بتاعه اللي بيبقى راكب فيه، ده اللي بيخلي الدركسيون ما يلفش الا لما المفتاح يركب. دلوقتي ما فاضلش غير احنا بقى نشيل العمود بتاع الباور ده كله. هنشوف بقى ازاي دلوقتي نفكه. هو متثبت بخمس مسامير، هنفكهم ونقدر بعد كده نخرج علبة الدركسيون دي كلها برا العربية. ده مسمار الاولاني اهو ومناظره الناحية التانية، المسمار اهو ورا الفيشة دي كده اهو، ده المسمار التاني والمسمار التالت والرابع ورا اهم اللي هم عليهم لون احمر دول، ده المسمار التالت والناحية التانية زيه المسمار الرابع اهو جوه اهو. وهننزل تحت خالص تحت الدواسة كده في الجزء اللي جوه ده في مسمار هنشيله، بس هنشيل الفبرة البلاستيك دي. دي فبرة متثبتة بأربع متثبتة كبس كده، بتتشال لبره عادي في النقط اللي متثبتة فيها دهيت، وبتطلع من مكانها بسهولة يعني مفيش فيها مشكلة. دي أماكن الفتحات اللي هي بتثبت فيها ومناظر ليها النقط دهيت اللي بتتثبت فيها في جسم العربية. المسمار اللي هنفكه بقى هو المسمار اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو لونه أصفر ده، أو اللي هو متلون بلون أصفر ده، هو ده المسمار اللي هنفكه علشان نقدر نطلع علبة الدركسيون دي كلها بالكامل من مكانها ونبتدي نركب العلبة الباور. هنا بعد ما فكناهم وهم بالكامل خلاص الدنيا فضيت من حواليهم، هنبتدي نرجع او نركب اللقمة او سوري هنركب العلبة الباور مكانهم بالظبط بنفس المسامير وهنربطها. هنشوفها دلوقتي في الفيديو. هنا بعد ما اتربطت اهي المسمار الاصفر تحت اتركب اهو، والاربع مسامير التانيين اتركبوا
برضو مفيش فيهم مشكلة. هنبتدي بعد كده نرجع السلندر بتاعة المفتاح، ونرجع وحدة الدراعات، ونرجع الطارة عشان نبتدي نجرب الباور. هنا السلندر بتاعة المفتاح هي ركبت عادي، المسمارين تاني بيرجعوا يتربطوا بنفس الطريقة اللي فكناهم بيها، مفيش فيهم مشكلة. ولو انت كنت فكيت الفيشة بتاعة الإيموبلايزر بتركبها تاني. هنيجي بعد كده نرجع الجزء اللي هو الخاص بوحدة الدراعات، بيتربطوا بالمسامير بتاعتهم عادي، وبنركب الفيش بتاعتهم من ورا برضو في مكانها. هنيجي بقى للجزء الأخير دلوقتي، التركيب الطارة. هنقفل الفبرة بتاعة الزور دلوقتي كده في الواسع يعني، والدنيا متاحة يعني، بنتأكد انها ركبت كويس وقعدت في مكانها مظبوط، وان السلندر ركبت في مكانها، وان دراعات المساحات هنا الكاوتش ده قاعد في مكانه كويس ومغطي مش خارج لبره. وكده يبقى فاضل ان احنا نركب الطارة. هنحتاج بس نوضح ان علبة الباور الكهرباء اقصر حوالي كام ملي بسيطة من اللي هي الاصلي، او اللي هي كانت علبه الدريكسيون العادي، فده بيخلي في صوت حكه للطاره في الفبر اللي موجود دهوت. فاسلم حال لو انت هتركب نفس الطاره مش هتغيرها، ان في شفه اللي هي معمول عليها باللون الاحمر دي بتتقطع او بتتشال بكتر صغير كده علشان الحكه دي ما تبقاش موجوده معاك وانت بتسوق او انت بتحرك الدريكسيون. برضو واحنا بنركب الطاره نتاكد ان النقطتين البيض دول اللي عليهم دايرتين حمر قاعدين في مكانهم في الطارة من ورا أو في الدريكسيون من ورا مظبوط. لو اتحركوا من مكانهم هيحصل فيه صوت خروشة وتزييق جامد كده مش محبذين. لو لقيت الصوت ده حصل يبقى هما ما قعدوش في أماكنهم اللي هي متوضحة دي في ظهر الطارة من ورا. احنا أهم حاجة العجل مظبوط وعدل، ما حركناهوش. هنبتدي نركب الدريكسيون على العدل ونربطه، ونبتدي بعد كده نشوف تجربة للباور شغال كويس ولا لأ. هنفصل الفيشة بتاعته اهي، وهنشوف ندور العربية ونجرب كده نشوف الدريكسيون هيبقى عامل ازاي. كده العربية دارت اهي، هنلاقي الدريكسيون زي ما هو تقيل. هنبطل العربية وهنركب الفيشة بتاعة الباور، نرجعها مكانها تاني. الفيشة دي اوريدي موجودة في العربية من اول موديل 2015، فدي الميزة اللي بتخلي تركيب العلبة الباور دي سهلة، مفيش فيها تعديلات كهرباء كتير، عشان كده الموضوع كله سهل، مفيش فيه غير فك وتركيب حاجات بسيطة. هندور دلوقتي العربية وهنشوف هنا على لوحة العدادات علامة الباور ستيرينج هتنور، او لمبة الباور ستيرنج هتنور، كده معناها ان السيستم اشتغل. ده كده بس لما فتحت الكونتاكت، لما هندور هتروح، يبقى كده البرنامج او السوفت وير بتاعه مفيش فيه مشكلة وشغال كويس. هنبتدي بقى نشوف دلوقتي في فرق جامد اهو في لفة الدريكسيون بايد واحدة بسلاسة وبنعومة، مفيش فيها اي تقل يعني او صعوبة. هنقفل بقية بقى الحاجات اللي كانت مفتحة معانا. هنركب الجزء الحديد اللي هو ليه علاقة بالكلاكس. زي ما قلت لازم نتأكد ان العجل مظبوط وعدل، دي اهم نقطة في التركيب.
ويفضل بعد ما بنخلص خالص بنعمل ضبط الزوايا للعربية عشان نتأكد ونطمن ان الزوايا ما فيش فيها اي مشاكل بعد ما نعمل التغيير ده. هنرجع بقى نقفل الحاجات اللي فاضلة معانا في العربية، من اللي هيبقى هو وش الكلاكس بتاع الدريكسيون والفيبرا اللي من تحت، ويبقى كده احنا خلصنا كل الخطوات وهنبتدي بقى نجرب العربية ونشوفها عاملة ازاي. التعديل ده هو فعلا بيخلي العربية تبقى ناعمة باور يعني، وبيدي ميزة كمان ان هو على السرعات الواطية او البطيئة بيبقى ناعم وسلس، على السرعات العالية بيتقل. بس في عيب بيبقى موجود ان هو الدريكسيون مع السرعات البطيئة لما بتيجي تكسر بيه يمين او شمال الطارة مش بترد تاني للنص بنسبة كبيرة، كل ما السرعة بتعلى لحد 60 الموضوع ده بعد كده بيختفي على السرعات العالية. الموضوع مش عيب على قد ما هو حاجة انت ممكن تتعود عليها لو انت حابب يبقى عندك الاوبشن بتاع الباور. لو انت شايف ان ده بالنسبة لك مشكلة وهيضايقك خلاص مش هينفع تروح للتعديل ده هوت. علشان تتخيل حجم المشكلة او حجم مش المشكلة حجم التغيير ده عامل ازاي، حاولت اوريه لكم في الفيديو ده هوت. هنشوف انا خدت العربية جربتها على الطريق على سرعات بطيئة او سرعات عالية عشان تبتدي تشوف الفرق عامل ازاي. وفي الاخر هو الموضوع مسألة تعود يعني، انا جربتها كذا شهر وفي الاخر حابب ان انا اكمل كده مش هرجع اركب العلبة القديمة يعني. فهنا انا مثلا خدت العربية بتحرك بيها في منطقة سكنية اهي، انا بحرك الدريكسيون اهو بنعومة بايد واحدة على سرعات بطيئة، بلف بيه بالكامل اهو، حتى بلف بالعكس عشان ارجع لورا بظهري بايد واحدة وبكمل اهو عادي اللف وانا واقف وبطلع بيها عادي. السرعة مش عالية اهي، انا حاولت في الفيديو ده اجيب لكم صورة الشارع مع العداد مع الدريكسيون بحيث ان برضو تبقوا شايفين كل المتغيرات بتاعة السواقة يعني. لو جينا شفنا هنا مثلا في الملف اهو، لا لازم اكمل الرجع بايدي اهو، ما ترجعش لوحدها تاني اهو كده او كده، انا مش ماسك الدركسيون هو الفكره كلها. وعلى السرعات الهاديه دي بيبقى ناعم قوي لدرجه انه ما بيقدرش يرجع للنص بنسبه 100% لوحده يعني. مثلا هنا اهو في الملف ده هنا هنشوف اهو بلف بالعربية كلها اهو، برجع يعني بلف الورا بالكامل، الدريكسيون ناعم اهو وانا ما كملتش حتى يعني 20 سرعة، الدريكسيون ناعم انعم من الاول بكتير طبعا. ولو هناخدها تاني اهو هنرجع تاني، كل ده بايد واحدة على سرعة هادية في منطقة سكنية فالدنيا هادية. بس زي ما انتم شايفين الدريكسيون لازم تبقى ايدك عليه علشان تقدر توجهه بصوره مناسبه اهو. زي ما انت شايف كده الدريكسيون كسرته شمال مرجعش، ولو كسرته برضو يمين مش هيرجع للاخر 100%، لازم ايدك تبقى على طول مع الدريكسيون تعدله. ده على سرعات الواطيه. لو طلعنا بقى جربنا العربيه على شارع سرعته عاليه شويه هنشوف ان الدنيا احسن، كما لو كانت العربية بالباور بتاعها العادي يعني على السرعات العالية. الفكرة كلها طول ما انت على سرعات هادية واطية يعني حوالي لحد 40 كده بيبقى الدريكسيون العيب الوحيد اللي فيه ان لو كسرت الطارة يمين او شمال مش بترد لوحدها، لازم انت ايدك معاها. من 40 ل60 بتبتدي العمليه تبقى احسن شويه، فوق ال60 الموضوع كانه مش موجود والدنيا بتبقى طبيعيه، وزي ما يكون الباور بيتقل فوق ال60 بيمشي عادي كانها العربيه بالباور العادي او بالعلبه الدريكسيون العاديه اللي كانت راكبه فيها. انا اهوت على الطريق اهو،
هنشوف ان العربيه التوجيه بتاعها ما فيش فيه مشكله، الدريكسيون بيتوجه معاك، لو خدته سنه يمين او سنه شمال العربيه بتستجيب، فما فيش حتى مشكله في التوجيه بتاع العربيه نفسه يعني. هنا اهو بحاول اكسر يمين وشمال، الدركسيون عادي بيرجع للنص عادي، مفيش فيه مشكلة. وهنا السرعة حوالي فوق 90، الدنيا مفيش فيها مشكلة، حتى التوجيه بتاع الدركسيون مفيش فيه مشكلة مع اي كسر يمين او شمال للدركسيون، الدركسيون بيستجيب عادي والعربية بتتحرك ما فيش فيها مشكلة يعني. هنا هو بحاول يعني يمين وشمال اهو، العربية بتروح وتيجي عادي ما فيش فيها مشكلة. هوت يمين وشمال العربية بتتحرك عادي وبتستجيب، الدركسيون مفيش فيها مشكلة في استجابة التوجيه، مفيش فيها مشكلة خالص. وحتى لو كده الطارة بترجع ترد للنص تاني طول ما انت فوق 60 سرعتك يعني. الموضوع مسألة يعني تعود، أنا اتعودت على الوضع ده خلاص، فمش متضايق منه ومكمل بيه عادي مفيش فيه مشكلة. وهتلاحظوا حتى في صوت الفيديو إن مفيش حكة في التنسيون وأنا بلف بيها يمين وشمال مع الفيبر بتاعها، الصوت مفيش فيه مشكلة خالص والدنيا طبيعية جدا يعني. هنا في الملف أهو السرعة هادية، فهنلاقي برضو أهو لازم أرجع أنا أديله عدلة كده سنة بإيدي طول ما السرعة في الأقل من 60، لكن لو السرعة أعلى من كده الاستجابة بتبقى أحسن وطبيعية. النقطة بقى الأهم كلها ساعة الركنة، طبعا الدنيا سهلة بكتير، بإيد واحدة بتقدر تتحكم في الدريكسيون بالكامل، تجيب ورا وقدام لحد ما تظبط ركنتك يعني. بشكركم واتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله استنوني فيديوهات جاية كتير.